أعزائنا المشاهدين، أسعد الله مساءكم وأرجو أن تكونوا جميعا بخير في راحة الرب، في اطمئنانه في كل شيء، وأرجو أن تكون أعمالكم وبيوتكم وكلها ملك للرب، ونتعزى معا بالإيمان المشترك. هذه جلسة روحية أخرى تأتي عبر شاشة الأرامية إلى العالم أجمع تقريبا، على الإنترنت طبعا، وفي مشاهدين إلنا في الشرق الأوسط، في أوروبا، في أستراليا، في أمريكا الشمالية. في الرسالة بتنتشر يوم ورا يوم، بتزداد هذه الرسالة، وكلمة الرب لازم أن تصل إلى كل أنحاء العالم لنكرز للخليقة كلها. اليوم برنامج خاص، طبعا أنتم عارفين أن احنا في فترة جمع التبرعات والعطاء لكي تستمر هذه الخدمة في تأدية رسالتها بقوة وبصلابة، لأن عدو الخير بيحاول يمتلك الهواء والأجواء، لكن احنا بنصلي أن كل الفضائيات، كل كلمة الرب اللي تنتشر عن الراديو والتلفزيون يكون للرب ملك لكل شيء، وبعد تصل كلمة الرب بكل قوة. معي اليوم على الشاشة في هذه الجلسة المباركة أخ رامز، مساء الخير، كيف حالك؟ نشكرك يا أهلا وسهلا. ومع كمان الأخت هيفاء، أهلا وسهلا. ومعي كمان من أستراليا القس شاكر، شرفتنا ونورتنا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك. ومعي الأخ باسم، كيف الحال؟ أهلا وسهلا. أرجو أن صحتك تكون تقوت شوي. نشكر الرب، الحمد لله. آمين آمين. فطبعا دي جلستنا النهاردة، وزي ما أنتم عارفين الخطوط التليفونات راح تكون مفتوحة، ما بدي أعلنها كل مرة من بداية البرنامج إلى نهاية البرنامج، وهتكون محطوطة على الشاشة عشان تتصلوا فينا. يا ربما عندك فكرة معينة، تعليق معين، زيادة معينة، شيء عايز تقوله عن برامجنا، يعني حاول صلاة بدك تصلي لأجل موضوع معين، فخطوط التليفونات مفتوحة، أرجو أنكم تتصلوا فينا. عشان هيك البرنامج اسمه بث مباشر، يعني بيننا وبينكم بنتجاذب أطراف الحديث. خلينا نبدأ البرنامج بصلاة نفتتح بها البرنامج مع القس شاكر، تفضل. يا رب يسوع، نشكرك ونبارك اسمك، وباسمك نتقدم إلى الآب السماوي طالبين أن مجدك يظهر في الوسط. أمين. طالبين أن نعمتك تزور البيوت. أمين. والأشخاص كلهم باسمه. سدد كل احتياج سيدي، ارفع كل مرض عن شعبك يا رب. نشكرك لأجل حضورك في وسطنا يا رب، ونشكرك لأن أعمالك كلها صالحة. أنت إله أمين. صالح. أمين. وإلى الأبد رحمتك. نبارك اسمك يا رب. هذا البرنامج نضعه بكل تفصيلة وكل دقيقة يا رب بين يديك. نرجو أن مجدك يظهر. أمين. ونرجو أن اسمك يعلو في العالم، ونرجو أن هذا البرنامج يكون سبب خلاص النفوس وتثبيت للمؤمنين وفرح. لك كل المجد من الأزل وإلى الأبد. آمين. آمين. هلا بدي أروح للأخ رامز، نشترك بترنيمة مع بعض. آمين. بغني بين الناس أنا لي إله. آمين. 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 عظيم. سامحني رغم إني عوشت المستقيم، ومحى صك ذنوبي وماضية للأثيم. آمين. آمين. سامحني رغم إني عوشت المستقيم، محى صك ذنوبي وماضي الأثيم. سامحني رغم إني عوشت المستقيم، محى صك ذنوبي وماضي الأثيم. بغني بين الناس أنا لي إله عظيم، وبغني بين الناس أنا لي إله عظيم. أنا لي إله عظيم، أنا لي إله عظيم، وبغني بين الناس أنا لي إله عظيم. وبغني بين الناس أنا لي إله عظيم، وبغني بين الناس أنا لي إله عظيم. وبغني بين الناس أنا لي إله عظيم، أنقذني من الهبوط إلى حفرة الجحيم،
أنقذني من الهبوط إلى حفرات الجحيم، وجدت أنا فدية في دمي الكريم. وبغني بين الناس أنا ليا إله عظيم، وبغني بين الناس أنا ليا إله عظيم، أنا ليا إله عظيم، أنا ليا إله عظيم. وبغني بين الناس أنا ليا إله عظيم، اترائف علي إله الرحيم، حملني كالفطير، اترائف علي إله الرحيم، وعلى الركبتين حملني كالفطير. وبغني أمين الناس أنا ليا إله عظيم، وبغني بين الناس أنا ليا إله عظيم، تسبيح السرافين، لكن سمع مني الصلاة والترنيم، من حوله أغاني تسبيح السرافين، لكن سمع مني الصلاة والترنيم. وبغني بين الناس أنا ليا إله عظيم، وبغني بين الناس أنا ليا إله عظيم، يلا نحيي يسوع الملك ونسبح بإيدينا، نفرح قلوبنا دايما ونسيج حوالينا. صاحب الريد القديرة مهما كانت الريح عسيرة، صاحب الريد القديرة مهما كانت الريح عسيرة، بيهدي الموج العالي ويرسي السفينة. يلا نحيي يسوع الملك، يلا نحيي يسوع الملك ونسقف بإيدينا، نفرح قلوبنا دايما ونسيج حوالينا. سيج حوالينا، يلا نحيي، يلا نحيي يسوع الملك ونسقف بإيدينا، نفرح قلوبنا دايما ونسيج حوالينا. آخر مرة يلا نحيي يسوع الملك، يلا نحيي يسوع الملك ونسقف بإيدينا،
أعزائي المشاهدين، كما تعلمون أن الأرامية وشاشة الأرامية بتقدم برامج متعددة بلغات متعددة، يعني ما فيش قناة ولا سيما في علم مقارنة الأديان، أشياء اجتماعية، أشياء لا حصر لها، بتقدمها الأرامية بجانب اللغة الكردية، اللغة الأرامية، اللغة العربية، اللغة الإنجليزية. وباستمرار إحنا بنسعى في توسع لتنتشر الرسالة للعالم أجمع بلغات مختلفة. فاليوم إذا اتصلت فينا، سواء تبرعت أم لم تتبرع، بدنا نبعث لك سي دي من المقارنات، اللي مقارنات الأديان اللي بتعملها الأرامية، سواء كان بالإنجليزي أو بالعربي. بس اتصل فينا، احنا نبعت البرامج دي. اذا تبرعت الرب يباركك، ما تبرعت برضو رح نرسل هذه السيديهات لكم جميعا. وعنوان حديثنا اليوم معاملات الله العجيبة. يمكن انت لو فكرت في نفسك، كم مرة تعامل معك الرب بعجوبة معينة؟ كم مرة كنت في مشكلة معينة والرب افرج هذه المشكلة؟ كم مرة كنت في عواصف المشاكل والرب هدأ هذه البحار؟ كم مرة كنت في احتياج والرب سدد هذا الاحتياج؟ راح أروح بعد شوية مع الجناب القس شاكر لكلمة الرب. بس قبل ما أروح، راح أروح على الأخت هيفاء. شو بيدور في أفكارك في جامعة العطاء هذه، وفي شاشة الأرامية، في عمل الأرامية وخدمة الأرامية؟ تفضلي. أيوه. يعني كانت تعاملاتها من أول يوم مثل ما أنت كنت معنا قسيسة. أمين. يعني فعلا من أشياء إحنا كتفكيرنا البشري والمنطقي والحسابات الكالكوليشن، ومثلا إذا الفاينس يعني في بعض من الأحيان من إحنا نخلي الحسابات ونخلي يعني نعمل. أيوه. أيوه. لأنه أكو باجت معين. طبعا طبعا. طبعا بدينا. بس بدينا فعلا لانه هو شجعنا. نعم. وهو دفعنا. نعم. هو فاحنا اطعنا، يعني عرفنا. امين امين. يعني من واحد يكون متاكد من الدعوه يقول لا بدينا، بس هو فعلا بدينا جوبه. امين. كملنا 10 سنين الشهر الفات. اميزنج اميزنج، يعني شيء عجيب. لو يعني لو ما كانت من الرب وعجيب كانت. ايوه. الرب كان يطلعنا منها. نعم. ونسدد الاحتياج. وشفنا الناس اللي قاموا يجوا يخدمون معنا، وبعدين الناس اللي يعني خلصوا من هذه الخدمه. امين. استجاب مجد للرب. امين. لكثير من الصلوات. فالرب بل فقط بيعجوبه، بيعجوبه بدينا، بيعجوبه نستمر كمان. رحنا أيضا إلى أستراليا ونيوزيلندا. yes. وبيعجوبه هسا إحنا الشرق الأوسط وأوروبا. يعني قد قسم من الأحبة اللي يشاهدون هسا البرنامج يقولون أوكي أنتوا تقولون ما عدنا وما عدنا، هو فعلا شلون رحتوا إلى أوروبا؟ وهذا السؤال فعلا، يعني الكل لهم حق. لهم حق أنه يقولون there is a question mark. ليش يعني شلون واحد يروح لأوروبا واكو مصاريف، اكو التزامات شهريه، واكو طبعا لازم موظفين اكثر، لازم شيء اكثر. بس يعني الرب يريد من عندنا، انه ناخذ خطوه ايمان. أيوه. ناخذ خطوه ايمان حتى اذا ما عندنا، حتى اذا عندنا القليل، بس هو اللي راح يبارك. هو اللي راح يبارك، لانه قال يشوع كل موضع تدوسه بطون اقدامكم لكم اعطيته. فاحنا هنا هسه اولا فرحانين بالرب. أيوة. دا نمجد الرب، دا نسبح. أمين. كل شيء، ونعرف. أمين. انه هذا هو عمله. أمين. هاي البنايه هي ملك الك، كلتنا احنا ملك الك. أمين. فنعرف انه اللي بدا هذا العمل راح يكمله. شو راح يكمله؟ احنا بتفكيرنا البشري ما نعرف شلون، لانه بالبنك اكاونت ماكو فلوس، بس نعرف انه اللي صاحب، اللي يعني اللي يملك على كل شيء هو معنا. فهو اللي راح يخلي فلوس بالبنك حتى ندفع البلاد. امين امين. عزيزي المشاهد، كما سمعت يعني احنا عملنا دائما هون بالايمان، وطبعا لولا تبرعاتكم، لولا صلواتكم، لولا تعضيدكم، ما كنا نقدر نستمر. فاحنا كلنا فريق واحد. اذا كنت مشاهد او عامل في هذه الخدمه، كلنا فريق واحد، بنحط ايدينا في ايدين بعض
عشان تستمر هذه الخدمة. أمين. دكتور باسم. نعم. كيف حالك اليوم؟ أشكرك. Very good. Are you feeling okay now? Well, I was not good, but بعد احكي عربي طيب. أوكي. مع تعاملات الله العجيبة أنا اليوم سالم وجيد right. وصحتي كويسة. أمين. لكن الأسبوع الماضي كنت تعبان. الله يباركك. أشكرك. طيب برضو زي ما حكت الأخت دينا فكرة عن هذا الفندريزر وعن خدمة الأرامية وصلواتك لأجل الأرامية وتطلعاتك لأجل الأرامية. Thank you. تفضل. Well, أنا أريد أضيف على ما تفضلت به هيفاء وموضوعنا اليوم هو تعاملات الله العجيبة. العجيبة. أيوه. أنا بالنسبة إلي أنا عندي شهادات كثيرة بس راح أختصرها بنقطتين في هذا البرنامج. أيوه. أنه الرب أنقذني من خلال تعاملاته العجيبة في الماضي من أيام زمان لما كنت في القوش وفي بغداد وبعدين في القوش اللي أخذتها آيسس هلا ولا شهادة غيرها؟ لا هي على الحافة. على الحافة. بعدها ما أخذيها. أوكي. وفي بريطانيا في الخدمة في العائلة في الصحة إلى أمور أخرى، لكن أنا أريد أشارك بس بنقطة واحدة. تفضل. كل الخدام في الآرامية وأنت واحد من البورد أوف دايركتورز تتذكر قبل سنتين ونص إلى ثلاثة ما أتذكر بالضبط لما وصلنا إلى مرحلة أنه كيف نغلق قناة الآرامية وحتى ناقشنا أنه هل نبيع البناية هل نسد الساتلايت ونركز على القنوات الانترنت كانت حوالي قبل سنتين ونص تتكلم معنا طيب لكن الرب خلى روح في هذه العظام اليابسة ومو فقط أحياها من جديد وإنما أعطانا رؤى خاصة أمين. لم يكن لها مثيل سابقا أمين. مثل ما تفضلت أنه اللغات الأربعة يعني The Trinity Channel آنذاك بعد الضيقة العظيمة اللي مرينا بها أوكي انبثقت القناة اللغة أيوة. الإنجليزية أيوة. وراها انبثقت القناة الكردية ورازلنا في توسع نزلنا إلى أستراليا نزلنا إلى شرق الأوسط وأوروبا من خلال الهاتبرد نزلنا إلى ثمانية ولايات وتورنتو عن طريق هذا حاليا البث المباشر على برضه الهاتبرد حاليا واحنا بنحكي اوكي يا الان والتكنيشن حط الترددات على الشاشه الاوروبا والشرق الاوسط أوريك. الان يشاهدونا وممكن واحد من عندهم الان ان يتصل ويقول أمين. انا أمين. من عنكاوة او من مصر بتحط الترددات تبعت الهاتبرد على الشاشه كمان للناس تعرف نعم طبعا فيري جود وارقام تليفونات طيب كمل انا اللي اريد اقول انه الرب مو بس أعطانا أيوة. رؤية وأصبحت قناة فريدة من نوعها لكن أعطانا التوسع أفقيا وعموديا روحيا وجغرافيا ومثل ما يعني أنا ذكرت أعتقد الأسبوع الماضي أنه في الآن نوع من الـ من الكوميونيكيشن أو كايند لايك يعني اتفاقات لتوسيع قاعدة الترينيتي شانل من ثمانية ولايات الشرقية في قارة في أمريكا إلى another 23 or 24 ولاية أخرى وسط وغرب أمريكا ويحتاج العملية يجوز أسبوع إلى أسبوعين إلى أن ننتهي من هذه العقود لكن أنا اللي أريد أقول نقطة واحدة أنه موضوعنا معاملات الله العجيبة أنا أريد أشجعك عزيزي المشاهد ربما أنت تمر الآن في حالة أنه وكأنه ليس لها حل أبدا نحن وصلنا في هذه القناة والقس يوسف اللي هو واحد من board member of the board of directors يشهد إلى هذا الموضوع زوجتي هيفاء الموظفين كلهم انه وصلنا الى درجة كان مفروض ان نعزل ان نسد ان نبيع البناية لانه الانكم ماكو وما قدرنا بعد نتحرك لكن لما يعني وضعنا الى حالة الخشوع
وصلاة وسلمنا الأمر للرب، الرب قلب الموازين، قلب الميوزك كلها وخلاها أبسايد داون، وخلى هذه القناة البسيطة المتواضعة من مرحلة الانغلاق إلى مرحلة الارتفاع والتوسع أفقيا وعموديا روحيا وكميا. وها نحن آخر توسع صار أنه نزلنا إلى أوروبا والشرق الأوسط، وأيضا ستيل بالإيمان. نعم الآن إحنا جاي نقول نحتاج 300,000 دولار حتى نغطي بعض التكاليف مننا إلى نهاية السنة أو مننا إلى شباط، لكن صدقوني الاحتياج هو أكثر من 500,000. بس ما نريد نثقل على المشاهدين وعلى المتبرعين وعلى الذين يدعمون، لأنه احنا نعرف أيضا بظروفكم الخاصة والكنائس محتاجة والاقتصاد الدولي فيك، لكن الرب لما بدأ هذه الخدمة هو قرر أنه أن تستمر. إذا باسم موجود أو غير موجود، إذا قس يوسف موجود أو غير موجود، وأنا أطلب منكم أنه تستمروا. وهذه كانت بسبب صلاة القديسين لما صلوا وقالوا هذه الخدمة ما راح تنسد، ما نسد. أمين. وأنا واثق أنه هذه الخدمة راح توصل إلى أقصى أماكن في المسكونة، بس نحتاج أيضا أنتوا أيضا تدعمونا بالصلاة وبالمادة. ويا ريت لو قسم من عندكم الآن يتصلون ويرفعون سماعة التلفون. وأنا أشكر القس شاكر أنه جاء البارحة من أستراليا وأعطانا مبلغ جدا جدا مشكور قس شاكر من كنيستك لدعم هذا التوسع الذي قمنا به. آمين. عزيزي المشاهد، زي ما تسمعت بالأخت إيفاء الدكتور باسم أسس العمل في على شاشة الأرامية هون وخدمة الأرامية، ممكن تكون أنت متبرع شهري، وده اللي بتعتمد على الأرامية أكثر، أن الناس كل ما تزداد التبرعات الشهرية يمكن ما نحتاج الفند ريزر بعدين لما يكون في تعضيد شامل شهريا جاي دخل شهري مستمر. فممكن تتبرع شهريا، نقول أنا من هلأ سأكون عضو متبرع شهريا للأرامية، أو ترفع السماعات تقول الرب باركني بدي أبارك عمل الله، كمان هذا مقبول أيضا. ما بنقول دولار ولا 1,000 ولا 2,000 ولا 100، لكن الرب هو اللي بيثقل قلبك، الرب اللي هو بيشوف كلمته بتنتشر، وهو اللي ممكن يخليك تفكر قديش يا رب بدك أتبرع لخدمة الأرامية، قديش بدي أحط بزار عشان تنمو كلمة الرب في خدمة الأرامية. كما ذكرت في البداية معي جناب القس شاكر، أهلا وسهلا فيك. أنت منور الأرامية ومنور الشاشة. أهلا شكرا جزيلا. أهلا وسهلا فيك. شكرا. طبعا موضوعنا معاملات الله العجيبة، سأترك الفرصة أعطينا بس يعني تعليق على مقدمة الموضوع بعدين نرجع لبقيته بعد شوي. فضل. أمين. أنا موضوع الأرملة نعم وإيليا موضوع مهم جدا نعم أحسه في هذه الأيام. كيف ما طرق أخويا الدكتور باسم أنا نحن نمر فعلا في ظروف صعبة. أيوة. الكنائس في حاجة، الاقتصاد في العالم في تدهور. أخبار أخبار اليومين هدول في الصين وغير الصين يس أخبار سلبية. أيوة. دائما دا نسمع فيها، بس الحقيقة في قصة الأرملة وإيليا أيوة. تعطينا المنفذ والحل أنه كيف نستطيع أن نعيش في وسط الضيق. نعم. كيف نستطيع أن نعيش في الأيام التي يكون فيها صعوبة وحاجة مادية. شوفوا طريقة الرب يسوع المسيح دائما مختلفة عن طريقة هذا طبعًا العالم طبعًا. يسوع قال اللي يريد فيكم يكون رئيس سيد خلي يكون خادم، خلي يكون خادم. بالضبط. إذا في طريق وتعاملات الرب يسوع حتى أزداد ينبغي أن أعطي. في سفر الأمثال يقول واحد يجمع إلى الفقر. أي. والآخر يعطي يفرق يزداد. إلى الغنى ويزداد. فقصة إيليا والأرملة قصة جدا مشجعة في هذه الأيام. أي. وعلى فكرة أنا مرات أسمع في قناتكم هذه الرائعة اللي أنا جدا أحبها وبقية القنوات دائما أسمع الخدام يحاولوا ينبروا ومسؤولين القناة ويأخذوا أيام وليالي طويلة حتى يقدروا على الأقل يوقفوا على رجليهم. طبعا
الحقيقة اللي أنا أريد أن أقولها لأحبائي المشاهدين والشيء التالي. المفروض أنه الناس الموجودين على الطرف الآخر قاعد في بيتك دا تتفرج على التلفزيون ونحن دا نقدم هذا البرنامج تكون عندك وعز آخر أنه أشكر الرب أنه فتح مجال التبرع لأنه بتبرعي لعمل الرب الرب راح يزيدني طبعا. إذا يكون تفكيري ابتدوا يعملوا فاندرايزنج ظهر يريدون يأخذوا أموالنا هذا ليس تفكير الرب ولا تفكير الكتاب المقدس. الكتاب المقدس يخبرني بأن الإنسان اللي يحب الرب الإنسان المؤمن يحاول أن يعطي ويعطي بسخاء. آية موجودة تقول المعطي المسرور يحبه الرب. يحبه الرب يعني أنا في ناس كثيرين يريدوا أمير يحبهم ولا مسؤول الشركة يحبهم ولا مش عارف مين يحبهم. الرب يسوع المسيح خالق الكون كله يقول أنا أحبك ولكن أعطي. وأريد أخذ آية موجودة في إنجيل لوقا تقول أعطوا تعطوا إصحاح 6 عدد 38 أعطوا تعطوا أعطوا تعطوا. سبق العطاء من عندنا لأنه الله سبق وأعطى ابنه فيريد نشوفنا نعطي ولا زال يعطي. يس لا يزال يعطي. لكن الشيء اللي أريد أنا أن أقوله هو التالي أنه نحن دائما نقول يا رب أعطيني حتى أعطيك وكنا بدنا نقول أنه يا رب أنت لازم تأمن فيا إذا تعطيني أقدر أرجع لك بس أنا ما أمن فيك إذا أعطيك راح ترجع لي. وحياة الإيمان يا أنت لازم تصدق فيني لو تعطيني مصاري أنا بدي أعطيك إياها بس أنا ما أصدق لو أنت لو أنا أعطيتك مصاري بدك ترد لي أضعاف مثل الكلمة اللي تقول والآية اللي تقول أعطوا تعطى كيلا ملبدا مهزوزا وفائضا يعطون في أحضانكم مرة تعطي سبع مرات وأنه أعطى في حضني معناها بدون ما أتعب لأنه بركة الرب هي تغني وانت قاعد يقول لك خد يس في حضني بركة الرب هي تغني ومعها لا يزيد تعب. المهم بعدين راح نجي إلى التفاصيل أحب أن أقرأ بعدين بالكلمة اتفضل قسيس الرب يبارك. شكرا. هلأ راح أروح على الاستوديو الثاني مع الأخ مروان يعطينا بعض الأخبار عن الأرامية. مروان معي تفضل أخ مروان. طيب واحنا بنجهز مع الأخ. شكرا سيس جوزيف أنا بشكرك لوجودك معنا في البرنامج. برحب بالدكتور باسم ورحب بالقس شاكر من أستراليا نورتنا. احنا جدا سعيدين تكون ويانا بالبرنامج اليوم. رحب بالأخت هيفاء وبالأخ رامز المرنم الحلو اللي ويانا في هاي الفترة. طبعا أنا موجود هنا حتى ما أشجع المشاهدين وأعطيكم بعض الأبديت عن آخر تطورات قناة الآرامية. نحب دائما نذكر إلى كل مشاهدينا أنه احنا حاليا نبث على قمر جديد اللي هو قمر هودبرت اللي يوصل إلى كل الشرق الأوسط وأوروبا. غرضنا من النزول على قمر هودبرت هو توعية الشعب الأوروبي وأيضا الشعب العربي. نزلنا بكثافة ببرامجنا القوية المميزة اللي بتشاهدوها على قناة الآرامية من سنة 2009 وهي البرامج الإنجليزية مثل جيزيز أور محمد، أنسرنج إسلام، جهاد واتش، برامج كثيرة، ديبيتس نايت، برامج عديدة وأنتم عارفين مدى قوة هذه البرامج في أمريكا. تقريبا السنة اللي فاتت احنا كنا نازلين مع تي سي تي نتورك إلى ولايات أمريكية، إلى 8 ولايات أمريكية منها تورونتو ووينزر كندا، وكان هناك صدى كبير وجميل من كل سكان أمريكا في هذه 8 ولايات. سمعنا اختبارات عديدة وكثيرة كيف الأمريكان متشوقين أن يسمعوا عن الإسلام وكيف يثقفوا وكيف يوصلوا ويبشروا للمسلمين. أيضا قدرنا نوصل إلى كل بيت مسلم في الولايات هاي اللي عندهم الأنتنة. إجانا اتصالات عديدة وكثيرة والأخت هيفاء ممكن أيضا بعد قليل تعطينا بعض التستمونيز من قناة التي سي تي. مثل ما عارفين أنه هدف الإسلام وخريطة الإسلام ياريت كان في لوحة
أنه نرسم عليها. هم ماشيين بترتيب وماشيين بخطة واضحة، وهناك هدف يوصلوا إليه هو سقوط أوروبا، وهذا شيء خطر علينا حتى إحنا هنا في أمريكا. إذا سقطت أوروبا معناته أمريكا سقطت. وأنتوا شايفين الوضع السياسي والوضع الاجتماعي والوضع الدائر في العالم حاليا، وكيف أنه المسلمين بيحاولوا أنه يسقطوا أوروبا ويسقطوا أمريكا. طبعا الخطة أنه من الوقت اللي احنا فيه إلى سنة 2020 تصبح أوروبا دولة إسلامية، وطبعا هذا بسبب عدم المعرفة للأوروبيين، ولا يوجد هناك أي شخص أو أي مؤسسات أو أي جهة معينة توعيهم من هو الإسلام، ماذا يحصل، وما هو الإسلام الحقيقي. طبعا عارفين إذا بتقرأوا القرآن باللغة الإنجليزية تشوفوه قرآن جميل جدا، وهناك كلمات جميلة غير موجودة بالقرآن الأصلي اللي هو باللغة العربية، وهذا شيء يأثر على الأوروبيين ويأثر على الأمريكان، أنه يشوفوا الإسلام هو دين سلام، دين محبة، وهذا يخرج الإسلام على صورته الحقيقية بعد تمكنه من أوروبا وأمريكا. هدفنا من قناة ترينتي شانل هو التوعية للأوروبيين والأمريكان، وأيضا توعية كل مسلم يعني داخل في الإسلام عن غباء. I'm sorry بتكلم بهذه الكلمة، لكن في هناك أشخاص داخلين بالإسلام عن عيون مسكرة، ما يعرف حقيقة الإسلام. فهدفنا أنه نوصل إلى أكبر عدد ممكن من قناة، من خلال قناة الترينيتي شانل، إلى كل شخص عايش في هذا الدين المظلم اللي نهايته راح يوصلهم إلى 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 الهلاك الأبدي. بنحاول نوصل إلى كل شخص ونجيبه إلى أحضان المسيح، نجيبه إلى الحياة الأبدية الجميلة. هدفنا من كل القنوات الآرامية، من كل اللغات اللي احنا نتكلم إلها عزيزي المشاهد، أنه نوصل رسالة المسيح. وحتى نوصل رسالة المسيح في هذا اليوم علينا مجهود كبير، مجهود وعمل كبير ما تتوقعوا. وأنا أتمنى من كل شخص ماخذ الأمور بسهولة تيجي تزورنا في استديوهات الآرامية، أهلا وسهلا بيك وين ما كنت، ممكن تتصل فينا وتيجي تزور وتشوف مدى حجم العمل اللي بنعمله في الآرامية، ومدى صغر العمال أو صغر الكادر الموجود اللي شايل كل هذه الطاقات. كنا بنتكلم أنا والأخت هيفاء، يمكن الأخت هيفاء حاليا بتسمعني، أنه كثير من الناس يتوقعوا من كبر الحجم اللي احنا شايلينه، كبر العمل اللي احنا شايلينه في الآرامية، هناك كادر كبير ويعني أشخاص كثيرة تعمل في قناة الآرامية. عزيزي المشاهد، حاب أوضح لك أنه العمل الحصاد مثل ما هو شعارنا لهذه الحملة، الحصاد كثير لكن الفعلة قليلون جدا. أرجوك، بشجعك أنه أنت تكون معانا فاعل في هذا الحصاد. نحن الآن في المشهد الأخير من انتهاء من مجيء الرب يسوع المسيح حتى ما يأخذنا على السحاب ونذهب معه، لكن أرجوك ما تروح وأنت إيدك فارغة، ما تروح وصينيتك فارغة ما عليها أحد. إذا أنت يمكن تقول أنا مش مبشر، أنا ما عندي معرفة كافية في الكتاب المقدس، أنا ما أقدر أكون واحد من هاي الأشخاص، لكن أنت الآن قادر أنه توصل الرسالة من عبر شاشة الآرامية. أرجوك اتصل وشجعنا، اتصل واتبرع لعمل قناة الآرامية حتى ما نقدر نعمل في الأيام القادمة ببرامج مكثفة، ببرامج أكثر، حتى ما نوصل إلى ولايات أخرى مثل ما تكلم الدكتور باسم، نوصل إلى باقي ولايات أمريكا اللي إحنا حالياً بس على 8 منهم، لكن هدفنا أنه نوصل على كل ولايات، كل الولايات الموجودة في أمريكا. وأيضاً إذا كان هناك أي بقعة أو أي دولة في العالم محتاجة إلى قناة الآرامية بالعربي، بالكردي، باللغة الآرامية، باللغة الإنجليزية، هدفنا في الأيام القادمة ننزل. إحنا نزلنا على قمر هودبرت وإحنا ما كان عندنا
أي يعني مخزون في البنك، لكن احنا نزلنا في الإيمان ونزلنا بتحدي، ومثل ما تكلمت في حلقات سابقة من قناة الآرامية ومن قناة الترينيتي شانل، نحن نعلن الحرب من هنا على إبليس وعلى كل مكايد إبليس في العالم أجمع. فإذا كنت أنت من الأبطال، إذا كنت أنت من الشخص الشجاع الذي حاب تشارك في هذه الحرب على الشيطان وعلى الظلم اللي جاري في العالم، أرجوك ما في أحسن من المكان أنه أنت تكون معنا في هذه القناة بقوة حتى ما ننزل ونكمل في السنوات القادمة على هذا القمر بجدارة، ونوصل كلمة الرب بقوة أكثر. راح أتكلم بتفاصيل أكثر عن قمر هودبيرت. أرجوك بشجعك في النهاية، سوري تأخرت عليكم قسيس جوزيف، لكن إذا كان عندك أقارب في الشرق الأوسط، في العراق، في الأردن، في الإمارات، في أي مكان، إذا كان عندك أقارب في السويد، في ألمانيا، في الدنمارك، في بريطانيا، في أي دولة موجودة في العالم الأوروبي والشرق الأوسط، اتصل بيهم، ابعث لهم تكس مسج، حط على الفيسبوك تبعك أنه قناة الآرامية، قناة الترينيتي شانل، وتبث الآن على قمر هودبيرت، والتردد موجود باللور ثيرد الموجود باللون الأسود 12111 فيرتيكال، وإحنا حاليا بنبث على قمر جالكسي اللي هو يوصل إلى أمريكا وكندا والمكسيك، قمر أوبتيك 2 اللي يوصل إلى نيوزيلندا وأستراليا، وأيضا نحن الآن من قبل تقريبا 15 يوم ابتدينا نبث على قمر هودبيرت. هودبيرت إحنا مش بنقول إنه حابين ننزل على هودبيرت، لكن إحنا حاليا نبث على قمر هودبيرت. حتى إذا بتروح على الآيفون أو الآيباد على الموقع الآرامية، في هناك قناة جديدة أضيفت واللي هي قناة الهودبيرت، واللي بإمكانك تشاهدها أيضا على الآيفون، الآيباد، على كل الأمور اللي موجودة عندك. فأرجوكم شجعونا، أرجوكم اتصلوا فينا، حابين نسمع أصواتكم من أستراليا، هناك أرقام موجودة على الشاشة، ممكن باتصالكم مجانا على أرقام أستراليا. أيضا إذا كنتوا في أوروبا بإمكانكم الاتصال على أرقام بريطانيا أو رقم فرنسا أيضا مجانا بإمكانكم الاتصال. إذا كنت من أمريكا اتصل فينا على الأرقام الموجودة على الشاشة. أتقل إليك قس جوزيف، شكرا أنه أعطيتوني هاي الفرصة أنه أتكلم وأشجع كل المشاهدين في هذا اليوم أن يتصلوا فينا ويشجعونا ويكونوا معنا في هذه الحرب الروحية اللي احنا بنواجه فيها إبليس في هذه الأيام الأخيرة. شكرا أخ مروان. راح أروح للأخ رامز ونأخذ ترنيمة وبعدين أرجع على القس شاكر. آمين. نشكرك الحين إلهنا الأمين. نشكرك الحين إلهنا الأمين، من أنعم بالفداء الثاني، نعبد بخشوع حال
المشاهد كما ذكرنا خطوط التلفونات مفتوحة، تعليقاتكم ربما تحتاج صلاة معينة، احنا موجودين عشان نصلي معكم كمان في هذه الحلقة. مشكلة في الهجرة، مشكلة في البيت، في حدا مريض، احنا مستعدين دايما في الأرامية بنحط الصلاة المركز الأول في أفكارنا في اتجاهاتنا، ان احنا نرفع الخدمة هون بالصلاة، نرفعكم أنتم في بيوتكم في الصلاة، ونود أن نتواصل معا حتى ما الرب يبارككم ويباركنا ويبارك الخدمة في الأرامية. جناب القس شاكر، احنا بلشنا في الموضوع معاملات الله العجيبة وأعطينا فكرة عامة، يريد تاخذنا إلى صورة أعمق بكلمة الله. أمين. في كلمة الله في سفر الملوك الأول إصحاح 17، أنا أحب قراءة الكلمة. يعني عزيزي المشاهد، لا تنتظر لما أنا أبتدي أفسر الكلمة، الكلمة أساساً فيها غذاء. في الإصحاح 17 من بداية إيليا يقول: قال إيليا التشبي من مستوطني جلعاد لأخاب: حي هو الرب إله إسرائيل الذي وقفت أمامه، أنه لا يكون طل
ولا مطر في هذه السنين إلا عند قولي. يعني هذه الكلمة من إيليا لأخاب الملك، نبي يتحدث مع ملك ويقول بإيمان أنه لا يكون طل ولا مطر، مش بس مطر، أنه حتى الندى ما راح يكون موجود هناك. لماذا؟ لأنه الله في العهد القديم أخبر شعبه أنه إذا أخطأ وعوج المستقيم راح تكون سماءه نحاس. فلما إيليا تكلم هذا الكلام كان يتكلم معتمدا على الكلمة. ولاحظ طريقة الكلمة الحاسمة وأمام ملك، أمام ملك النبي يعلن، وقبل أن يعلن هذا الكلام يقول حي هو الرب الذي وقفت أمامه. الوقوف أمام الرب عنده شغلتين، أولاً امتياز أن أنا ابنه، والثانياً أنا مسؤول أمام الرب. دائماً نحن حياتنا أمام الرب. أريد أن أقول للناس كما يقول باللغة الإنجليزية There is no behind doors with God. يعني حياتك كلها مكشوفة أمام الله. فشوفوا إيليا كيف يواجه الملك ويقول له بشكل أو بآخر أنه أيها الملك أنت وزوجتك عوجت المستقيم وخليت إسرائيل يخطئ، لذلك الله رح يقطع المطر. وقالوا أنه لا يكون طل ولا مطر. بعدين يقول وكان كلام الرب إلى إيليا له قائلا انطلق من هنا واتجه نحو المشرق واختبئ عند نهر كريف الذي هو مقابل الأردن فتشرب من النهر وقد أمرت الغربان أن تعولك. احنا نعرف بالعهد القديم أن الغراب هو من الحيوانات الغير طاهرة، لكن الله حتى الأشياء التي هي مستحيلة والأشياء التي لا تخطر على بالك عند الله ممكنة وسهلة جدا، لا يستحيل على رب الشيء. أمين. يقول أنا أمرت الغرباء، الغراب معروف أنه حرام، تشوف يروح يسرق دمية ولا إيش وديه إلى عشه. الحرامي الرب يخليه يعول رجل الله. متى؟ في وقت الفامن، في وقت المجاعة، في وقت العطش، في وقت الجوع. شوفوا الكلمة تقول اذهب واختبئ عند نهر الكريت الذي هو مقابل الأردن فتشرب من النهر وقد أمرت الغربان أن تعولك هناك. هناك أين تكون الإعالة؟ تكون الإعالة حيث كلمة الرب. ليس مهم أن تذهب إلى نهر دجلة أو فرات إذا كلمة الرب ما تقول لك روح هناك، هناك راح تعطش. ولكن نهر كريث ربما جدول صغير، إذا الرب يقول لك روح هناك كون مع الكلمة راح هناك تنجح. قصة يوسف كثير يعني تسترعي انتباهي، أنا كثير معجب بشخصية يوسف. يوسف باعوا إخوته في مصر وكان خادم وعبد في بيت فطيفار، لكن في جملة مهمة كان الرب معه وكان ناجحا. لما وضعوه في السجن كان الرب معه وكان ناجحا. قال له اذهب إلى نهر كريت هناك راح أعولك، راح إلى هناك. إلى هناك ماذا تقوله الكلمة؟ هناك توجد البركة. يقول فانطلق وعمل حسب كلام الرب. إذا أعمل حسب الكلمة المؤونة تصل. البركة لا تصل إلى كثير من أحبائنا المسيحيين والكنائس والخدام لأنهم لا يعملون بالكلمة. لماذا لا يمكن أن أعمل بالكلمة وأنا مسيحي؟ عدم الثقة. أحد الخدام قال كلمة، قال أنا أتصور أنا لا يوجد شيء يحزن قلب الرب مثل عدم الإيمان بكلمته وبأمانته. يعني الإيمان والثقة بالكلمة تولد عند أبونا السماوي فرح فينا، ولما نطبق كلامه حينئذ تكون البركة. لاحظ حضرة القسيس وأخ باسم وأختي هيفاء وأخويا المرنم الحلو رامز، أنا تمتعت بالترنيم معاك. يسوع كان دا يحكي على الرجل العاقل والرجل الجاهل. قال الرجل العاقل بنى بيته على الصخر، الجاهل بنى بيته على الرمل. يا رب ممكن تقول لي كيف أبني بيتي على الصخر كيف أبني بيتي على الرمل؟ قال الرجل العاقل اللي يبني بيته على الصخر
الحكيم والعاقل اللي يبني بيته على الصخر هو الإنسان الذي يسمع أقوال هذه ويعمل بالضبط ويعمل بها. ومن هو الرجل الجاهل اللي ما يسمع الكلمة قال لا؟ كل رجل يسمع أقوال هذه لا يسمع مثله مثل الأول ولا يعمل بها. إذن العمل وعدم العمل بالكلمة هو يجعلني حكيم وعاقل أو جاهل. لاحظوا اللي حدث، ذهب إلى حيث قال الله، انطلق وعمل حسب كلام الرب، وذهب فأقام عند نهر كريث الذي هو مقابل الأردن. وكانت الغربان تأتي إليه، الغربان طب كيف يا إيليا تصدق أن غراب راح يجيب لك لحم وخبز؟ صباح ومساء جابك يا مرة، ربما غلط يقول لك إله عمر ما حي هو الرب الذي أنا واقف أمامه. لو أنا أقول مع إيليا حي هو الرب الذي أنا واقف أمامه ولا أعمل بكلامه ولا أصدق بكلامه، الكلام اللي قلته عن حي هو الرب الذي أنا واقف أمامه ما راح يشتغل في حياتي. إيليا لما قال الكلمة كان عند الكلمة، قال له اذهب، ذهب حسب كلام الرب، وذهب فأقام عند نهر كريث الذي هو مقابل الأردن. وكانت الغربان تأتي إليه بخبز ولحم صباحا ومساء، وكان يشرب من النهر. وكان بعد مدة من الزمان أن النهر يبس لأنه لم يكن مطر في الأرض. طيب الآن النهر يبس، ماذا يفعل إيليا؟ الرب راح يقول له. أريد أذكر شيء، لما حصل أولمبياد في سيدني كان في عندنا ناس على الدراجات الهوائية وناس كانوا يركضوا الماراثون، فكان يطلعوا من الملعب ويركضوا في شوارع سيدني بعدين في دورة خاصة ويرجعوا إلى الملعب. ولما سألت قلت طيب هذولا كلهم جايين من أنحاء العالم، كيف يعرفوا مكان الركض كيف يركضوا؟ قال بسيطة، الناس المشرفين على أولمبياد عملوا خط أزرق خارج من الملعب، وبعدين كل ما على اللاعب أنه يمشي على الخط وإلى أن قادوا بالأخير إلى دخول الملعب. فالرب دائما لما قالوا لإبراهيم أخرج إبراهيم أطاع، والرب يوم بعد يوم ينبغي أن تثق فيه راح يقودك إلى الروح. أمين. أريد بعد شوية بالبرنامج راح أكمل قصة. أمين. بدي أروح للأخت هيفا، ذكر الأخبرون عندك بعض الاختبارات من الإخوة المشاهدين سواء كان في ترينيتي أو أي إن كان في الأرامية، ممكن تعطينا بس للمشاهدين يشوفوا أني في ناس بتتصل، في ناس بتكتب، في ناس بتتجاوب. نعم. مع كلمة الله. بحقيقة هذا هو أول برنامج ما جايبة الاختبارات معي، لاختبارات كثيرة ونتوقع بعض منها برنامج يعني ساعة ونص قليل، بس أكو كثير من الاختبارات والناس قسم من الناس شافوا أمامهم مدى قوة البرامج الترينيتي شانل. يعني الأخ اللي اتصل على الهواء، أنا وراء أخت هيفاء، وراء هيفاء أنه أتكلم باختبار عن عائلة يزيدية الآن صاروا مبشرين. أمين. عندنا بالأرامية. خليها بس تكمل الأور وبعدين نشوف هذا. يس أنا يعني على الهواء مباشرة بالحقيقة، واحد اتصل بس هو قبلها كان يعني هو من خلفية تركي، مسلم تركي. أي. فكان دي يبحث عن الحق وكان دي يشاهد برامج الأرامية في نفس الوقت، بس كان دي يعني هو طبعا من خلفية مسلمة بس يعني كان يحتصر من يروح هذا يعني يضايع كثير وكأنه الرب يتكلم معه من يفوت إلى الجامع. فراح قام يدور على الحق يعني كل الأديان. المهم بعدين من شاف برامج الآرامية برامج ترينيتي شانل يقول it had impacted me من تكلمت معه، وبعدين اتصل أثرت فيه يعني أثرت بي كثير. ويعني خصوصا مثلا يعني البرامج القويه يعني أيوة. كلها برامج قويه بس برامج ديفيد وود وايضا باستر جوزيف. المهم اتصل بوقت الماراثون وكان على الهواء يمكن نص ساعه اكثر من نص ساعه يسالهم اسئله ويتناقشون وهذه، بس بالاخير صلوا معاه صلاه الخلاص. أمين. فقبل الرب. أمين. هو تركي وبعدين احنا عرفنا انه عمره 17 سنه فقط. فقط 17 سنة، فإحنا يعني شفنا جماعة من
من يعني قسيس من كندا. أيوة. وراح يعني يعمل ديسايبلشيب له. وطبعا عندنا اختبارات كثيره قس يوسف يعني. أمين. احنا اللي الناس اللي تشوف الاراميه من داخل السجن، هذا الشخص اللي اللي يتبرع مبلغ قليل دولار واحد 10 دولارات هو تجي له شهريا 10 دولارات، يعني يسوي تايثينج من 10 دولارات يبعث دولار واحد يقول انا اشوف الاراميه من السجن. فكل شهر يبعث لنا دولار، بس هالشهر ما اعرف ليش بعث 5 دولارات، ظهر انطى اكثر من 10. انا فعلا ذكرتيني 5 دولارات من يعني نص، يعني 50% دفع بالحقيقه. لما كنا في اخر شو كان القس من لبنان الكردي، شو اسمه كان نهاد، يعني هذولي تشردوا من بيوتهم عايشين في خيام. يس. اكلهم يجي من الامم المتحده، ورغم ذلك هذا اللي اثر في قلبي كثير. يس. رغم ذلك من احتياجهم يجمعوا الارميه ويبعثوا. يعني شيء عزيزي المشاهد، احنا هنا في امريكا او في استراليا قاعدين عندنا السياره وعندنا البيت وعندنا السنترال اير وعندنا كل شيء موجود، والرب بيحثك اذا كان هدول اللي تركوا بيوتهم بالقوه وتحت التهديد وتحت الحرب تحت الانفجارات وقاعدين في خيام واولادهم مش عارفين شو راح يكون بكره وشو مستقبلهم، حطوا في قلبهم انهم يعبدوا الرب ويدعموا عمل الرب من لبنان الى شرق الاراميه. يعني الرب يعني زي ما سمعنا من الكلمه معاملاته عجيبه، افكاري ليست افكاركم واقوالي ليست اقوالكم. الرب بيتعامل، كل ما هو مطلوب منك انك تكون شريك في هذا العمل، تسد الثغره. الرب بيقول بحثت عن رجل يسد الثغره فلم اجد. ليش؟ الجواب بسيط، كل واحد بده يكون كبير وقائد ومشهور ومتكلم، الرب عاوز واحد يسد الثغره مالقي. يمكن انت قاعد هلا في البيت في العمل تسمع بتتابع في الشرق الاوسط، هل تستطيع ان تسد الثغره وتدعم هذا العمل؟ اروح عندك اختبار تبع اليزيديين، هذول كمان تضرروا كثير. يس، ما راح اطول بالمال اليزيديين فعلا. اليزيديين والاكراد يعني هو بصوره عامه احبائنا المسلمين بالملايين جاي يجون كل سنة إلى ملكوت الله إلى المسيح. أمين. لكن أنا ما كنت شايف سابقا يزيدي مثلا مو بس صار مسيحي وإنما مثلا يكون مبشر هو وزوجته. واو. ومو بس هذا مثلا يوميا شو قصتهم؟ مو well I don't have time now بس مو بس هذا، لكن يوميا يبعث لنا we are in a group. أوكي. في واحدة من الانترنت يبعث لنا آيات كتابية. هو يزيدي هو مبشر وده عليه يطلع على الآرامية بالبرنامج الكردي يقول لي خليني هسه لأنه ستيل أكو عندي بعد عوائل أخرى يعني يعني في سوريا أو الشرق الأوسط. لكن أنا شجعني الأخ مروان، يو أكو عندنا إحنا أبطال هنا في هذه الفضائية اللي هم يعني بأصابع اليد، وانت تعرفهم مروان وسام رغيد اوكي اند اندي اوكي. لكن ايضا اكو عندنا ابطال اخرين الذين يقدمون البرامج ويصلون ويعني يشجعون ويدعمون، لكن ولو the staff مالتنا it's a skeleton staff يعني مجرد الهيكل العظمي فقط جلد وعظم، لكن هؤلاء الأبطال جاي يقدمون ثمار طيبة للرب يسوع المسيح. وإحنا في يعني مثل ما تعرف أصابع اليد، نعم إحنا جاي نقدم برامج لكن عندنا خطة. وتكلمت البارحة مع قسم من الموظفين أنه الخطة هي أن نقدم برامج درجة أولى مكثفة في فقط ما بعد الظهر، يعني مخصصة فقط إلى أوروبا والشرق الأوسط. فيعني تقريبا يعني خلينا نقول in pipeline عندنا 4 برامج راح تستند القناة الهوتبيرد على هذه الأربعة برامج الرئيسية قوية very powerful راح نركز عليها. واحد من عندهم ربما الأخوة المشاهدين شافوا البرنامج الكردي أوكي
سو شلون البرنامج الكردي جان نطيله شويه زخم وهذا راح يتوسع شويه شويه، لكن اكو عندنا ثلاثه اخرى جايين يعني خلال اسبوعين ثلاثه كلش شهر راح ينزلون بهذه القوه مثل البرنامج الكردي. ولكن من هذه الغرفه اللي صغيره اللي احنا قاعدين بها جاي يطلع البوق، جاي نبوق بخلاص المسيح الى كل العالم. الان اكو ناس في استراليا، اكو ناس في شرق الاوسط، اكو ناس في اوروبا، اكو ناس في امريكا وكندا، واكو ناس حتى في الصين واليابان يشاهدون من خلال الوسائل الاخرى. سو هذه الغرفه هي صغيره، هذا الكادر هو قليل، العمال قليلين، لكن الرب هو من ضمن هذا العمل، ولهذا الثمار هي كثيرة جدا. لكن أيضا نحتاج كادر آخر، نحن في أمس الحاجة، لأنه راح نتعب ونحتاج أجهزة. وأرجو من الأخوة المشاهدين أن تمدون يد العون حتى نقدر أن نستمر، وراح نشوف مو مئات الآلاف من اليزيديين لكن ملايين من أمثال اليزيديين بلغات متعددة راح يأتون للمسيح، لأن هذه الفضائية هي قناة المسيح، هو اللي بداها هو اللي راح يستمر. آمين. أشكرك. آمين. هل تستطيع أن تسد الثغرة؟ هل شعرت بمعاملات الرب العجيبة معك إذا كنت في العمل، إذا كنت في البيت، إذا كنت في الكنيسة، إذا كنت طالب في الكلية أو في الجامعة؟ الله بده يمسك إيدك ويقول لك ضع يدك على المحراث، عضد الخدمة التي أنت تمنك الرب عليها، وبعدين ترفع سماعة التليفون تتصل فينا. أنا بدي أمجد الله، بدي أعطي للرب كما أعطاني، بدي الرب يعمل عمل عجيب معي في البيت، معي في 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 المستشفى، في الأسرة، في العمل، في إدارة الهجرة، في أي مكان الرب يستطيع أن يعمل. خلينا نروح للأخ رامز وترنيمة وبعدين نرجع للقس شاكر. أمين. أمين. اللي أنا واقف قدامي حي سيد الملك اللي أنا عايش خدامه. أمين خدامه. حي هو الرب إلهي اللي أنا عايش قدامه، حي سيد أمين. لنا واقف قدامه
واحد. ايوه. وانا سميته ابني، قال لي شو تريد تسميه بابا؟ قلت له اريد اسميه ايليا. ايوه. سميناه ايلاي. واليوم هذه الترنيمه حي هو الرب اله الذي انا واقف قدامه، حي سيد الملك اللي انا عايش قدامه. هذا الكلام قاله ايليا، وانا دائما اتشجع لما اسمع هذه الترنيمه. امين. لانه يذكرني بقوه ايليا. ونصلي انه كلنا يكون عندنا قوه ايليا وروح ايليا حتى نقضي على الظلام الموجود في هذا العالم. امين. خذ شاكر تفضل. امين. شخصيه ايليا فعلا شخصيه حلوه. خلينا نشوف انه يسوع تحدث عن ايليا. يسوع تحدث عن ايليا وقال عن يوحنا المعمدان هذا اللي مكتوب عنه انه سياتي بروح ايليا. وفي جبل التجلي كان موسى وإيليا. أيوه. ومعلمنا يعقوب يقول كان إيليا إنسان تحت الآلام مثلنا. أيوه. يعقوب 5. طيب لماذا يا معلمنا يعقوب تقول أن إيليا كان إنسان تحت الآلام مثلنا؟ لأنه يريد يقول لنا هو مثلنا إنسان، ولكن عمل شيء بسبب ثقته بالرب وكلمة الرب ممكن نحن أن نعمله. طبعا. في آية دائما أنا أعول عليها لما ناس يحاولون أن يمتصوا إيماني أو يستخفوا بمعاملات الله معانا. يسوع قال بين كل النساء لم تلد امرأة من هو أعظم من يوحنا، قصده عن يوحنا المعمدان. إذن يوحنا أعظم من إيليا لأنه مهد وهيئ طريق الرب. يوحنا أعظم من إبراهيم وإسحاق ويعقوب وكل أنبياء العهد القديم، داود وسليمان ويشوع وموسى. ثم يقول كلمة رائعة رب المجد. يقول الأصغر في ملكوت أبي، يعني الملكوت يعني ما بعد الصليب. على فكرة العهد الجديد لم يبتدئ بالولادة، ولادة يسوع، إنما ابتدأ بالدم بالصليب وما بعد الصليب. فيقول الأصغر في ملكوت أبي أعظم من يوحنا اللي هو أعظم من كل أنبياء العهد القديم. ولما يعقوب يقول إيليا كان إنسان تحت الآلام مثلنا مثلنا، وصلى أن لا تمطر فلم تمطر 3 سنين و6 أشهر، ثم صلى أيضا أن تمطر فأعطى الرب مطر. فعلى هذا الأساس هذه الشخصية كثير تستهوين. فياريت نكمل القراءة. أمين. حتى نشوف معاملات الله الرائعة العجيبة. أيوه. كان كلام الرب قائلا له قائلا قم اذهب إلى الصرفة التي لصيدون وأقم هناك. طب يا رب راح تبعثني على قصر ملوك ولا ناس مليونيرية؟ راح تبعثني على ناس مشهورين؟ أيوه. وين بعثني يا رب؟ طب أنا في مجاعة وفي مطر مقطوع. طيب قل هو ذا قد أمرت هناك امرأة أرملة. إيش يا رب؟ قال أمرت هناك امرأة. الضعف في العهد القديم المرأة تحدث عن الضعف وأرملة. وأرملة والأرملة في العهد القديم كان لا يوجد من يعولها، ليس لها سند، ليس لها زوج. وهذه الامرأة الأرملة كان معها شيلة، كان معها ابن يعني يتيم. أي امرأة أرملة أن تعولك. أمرت امرأة أرملة أن تعولك. فقام وذهب إلى صرفة بدون مناقشة. قام وذهب إلى صرفة. هو ذا قد أمرت هناك امرأة أرملة أن تعولك. فقام وذهب إلى صرفة وجاء إلى باب المدينة. طب أرملة يكون معاها فلوس يا رب؟ أرملة يكون معاها أكل؟ الأغنياء عم بيجوعوا في يم المجاعة. ليش؟ خضوع للأمر. أمرت امرأة أرملة تعولك. فقام وذهب. في كلام من الرب لازم أقوم وأذهب، ينبغي أن أنفذ، ينبغي أن أخضع، ينبغي أن أطيع. إلى الصرفة وجاء إلى باب المدينة وإذا بامرأة أرملة هناك تقش عيدانا، يعني ما عدا حتى خشب في البيت، يعني فقيرة لدرجة طالعة برا حتى تقش عيدان، تأخذ شوية شوك ولا مش عارف إيش وكم عود يابس.
فناداها وقال هاتي لي قليل ماء في إناء فأشرب. طب يا إيليا ما أنت أمرت أن الماء ينقطع، أنت تريد ماء؟ قالها نعم. وفي ما هي ذاهبة لتأتي به ناداها وقال لها هاتي لي كسرة من خبز في يدك. فقالت حي هو الرب إلهك أنه ليست عندي كعكة ولكن ملء كف من الدقيق في الكوار وقليل من الزيت في الكوز، وها أنا ذا أقش عودين لآتي وأعمله لي ولابني لنأكله ثم نموت. والحقيقة قسيس يوسف لو كانت عملت كما قالت هي لكانت فعلا أكلت هي وابنها خلص وكانوا ماتوا النهاية فعلا. إذن الله لما أمر أرملة أن تعول رجل الله إيليا أمره كان إلها لكي تخضع حتى الرب يعولها. يعني أمر الرب للفقيرة الأرملة أن تعول رجل الله كان امتحان لها لكي تستحق أن تعال في وقت المجاعة. وفي هذه الأيام لما أنتم تقدموا هذه الدعوة الرائعة المباركة للناس أن يتصلوا ويبتدوا يعطوا من عطائهم لدعم هذا المشروع الرائع، عمل الرب الرائع الذي يمتد إلى كل العالم، هي ليست دعوة احتياج إنما هي دعوة سد حاجة ناس محتاجين. لو كانت فعلا أكلت كانت تموت من جوع هي وابنها، لكن لاحظ ما الذي عملته. شوفوا كلام إيليا لها. فقال لها إيليا لا تخافي. هذه الكلمة حبيبي يسوع كان دائما يقولها، وقالها إليه قالها لا تخافي ادخلي وعملي كقولك، يعني سوي إليك ولابنك، ولكن اعملي لي منها كعكة صغيرة أولا. إذن رجل الله وعمل الله ينبغي أن يوضع الأول قبل حاجتي، قبل جوعي، قبل تسديد الاحتياج. اعملي منها لي أولا، يعني لو في وشوية زيت بس. حضرة قسيس يوسف لو كان في رجل الله فعلا في حاجة ويطلب من أرملة هذا العمل أن تعمله إله، إيش كان يكون رد فعلنا؟ شو هذا القسيس؟ هاي الإمرأة أرملة هي وابنها بدهم يأكلوا ويموتوا، فقيرة رحلة عندها ما عندها شيء، بالضبط فقيرة ده تطلب منها. ولي أولا ينبغي أن تكون الباكورة للرب، ينبغي أن يكون الرب الأول في حياتنا. أعملي منها لي أولا. خل نسمع إيش اللي صار. واخرجي بها إلي ثم أعملي لك ولابنك أخيرا، لأنه هكذا قال الرب إله إسرائيل إن كوار الدقيق لا يفرغ وكوز الزيت لا ينقص إلى اليوم الذي فيه يعطي الرب مطرا على وجه الأرض. مش اليوم ولا بكرة، إلى اليوم الذي يعطي الرب فيه. أحد يعرف إمتين يه بس شوف العطاء لرجل الله وبحسب أمر الرب. شوف كيف يعني الثقة من الناتج. يقول فذهبت وفعلت حسب قول إيليا وأكلت هي وهو وبيتها أياما. كوار الدقيق لم يفرغ وكوز الزيت لم ينقص حسب قول الرب الذي تكلم به عن يد إيليا النبي. أريد أن أبر شيء بسيط عن هذا الكلام، شيء بسيط مهم. إذا كنا نحن في هكذا موقف راح نقول طيب يا إيليا إذا كنت أنت واثق أن هكذا يقول الرب حي هو الرب أنك أنت كوار الدقيق ومش عارف إيش ما راح ينقص، طب ما تروح لإلهك خلي يوكلك. مش هذا السؤال اللي يسألوا؟ طب أنتوا يا أهل مش بس هالقناة، كل القنوات لما نقول للناس أعطوا حتى الرب يعطيكم، طب احنا واثقين ان الرب راح يبارككم. في ناس في عقلهم شو يقولوا؟ طب اذا كان الرب بده باركنا بحسب صلواتكم ما تصلوا انتم حتى الرب يسدد لكم. لا يتعامل الله بهذه الطريقه. يسوع حتى يشبع الالاف اخذ خمس ارغفه وسمكتين، لا يعمل شيء من لا شيء، اوريدي عمل كل شيء بغنى للتمتع ويستخدم الشيء المعمول ولكن يباركه.
احنا دائما راح نقول طب يا إيليا لو انت عندك هيك ثقه بالهك طب ما تخلي الهك يطعميك. عمل الله دائما دائما معتمد على ثقتك بكلمته وعطائك. معجزه تحصل الا الانسان يشارك فيها بالضبط لتتم المعجزه بالضبط. والان اريد اقول لاحبائي وخصوصا في هاي الايام اللي موجوده فيها المجاعه اريد اقول هذه الكلمات الرائعه صدقوني من كل قلبي. اذا انت في ضيقه اذا انت في حاجه ماليه اذا انت في اي حاجه كانت وتدعم عمل الرب الرب راح يطلع الى قلبك. على فكره مش الفلوس اللي راح تجيب لك الشفاء ولا الفلوس اللي يفكر هيك تفكير هذا تفكير آسف مش صحيح ولا الفلوس راح تجيب لي الهناء والسعادة ولكن دائما الله يتطلع إلى الذبيحة ودائما الله يبارك الإنسان اللي في وسط ضيقته ويخلي عمل الرب والقنوات اللي تنادي في صوت الرب يخليه الأول يكرم الرب أولا يكون الرب هو الأول في حياته. أمين أمين. عزيزي المشاهد الرب بيتحدث إليك شخصيا حاليا وانت بتشاهد على شاشة التلفزيون ماذا تستطيع أن تقدم؟ اطلبوا أولا ملكوت الله وبره وكل هذه تزاد لكم. ياريت الأخ التكنيشن يحط لي الوقت على الشاشة عشان أعرف وين أنا رايح في الوقت. حاليا راح أنتقل للاستوديو الثاني مع الأخ مروان. اتفضل أخ مروان. شكرا قسيس جوزيف، احنا بنشكركم على هذا البرنامج الرائع. طبعا بنحب مرة أخرى بنشجع كل مشاهدين قناة الآرامية إذا أنتم بتشاهدونا عبر ساتلايت عبر جالكسي 19 أو أوبتيك 2 في أستراليا أو عبر قمر هوتبيرت الجديد، بنشجعكم أنه تتصلوا فينا، حابين نسأل نسمع صوتكم نسمع أخباركم بالأخص إذا أنتم كنتوا من أوروبا أو من الشرق الأوسط. قمر هوتبيرت هو يوصل إلى العالم العربي وأيضا الأوروبي، فإذا كنت أنت في العراق في الأردن في السعودية في إيران أرجوك اتصل فينا على الأرقام الظاهرة على الشاشة أو بإمكانك مراسلتنا عبر فيسبوك الآرامية أي بي أن سات أو عبر السكايب أو أي وسيلة ممكن تروح على الويب سايت وتبعث لنا إيميل أو تتصل معنا. حابين نسمع أخباركم، حابين نسمع مدى أهمية قناة الآرامية وقناة ترينيتي شانل في أوروبا وفي الشرق الأوسط. كانوا بيتكلموا أحبائي القس شاكر عن أهمية الإيمان. طبعا بنتكلم مرة أخرى لما نزلنا على قمر أوبتيك 2 قبل سنة كان المشروع كله بالإيمان. باتصال واحد اتصلت فينا أحد الشركات وشجعتنا أنه ننزل على قمر أستراليا واستمرينا ونزلنا. وياريت القس شاكر يكلمنا بعد قليل ما أهمية قناة الآرامية في أستراليا وبالأخص البرامج الإنجليزية. ياريت يا قس شاكر تشجعنا وتعطينا آخر أبديت من أخواننا في أستراليا وكيف نظرتكم لقناة الآرامية وقناة الترينيتي شانل. أيضا لما قررنا ننزل على قمر هوتبيرت كنا في اجتماع نحن تقريبا الأربع موظفين والدكتور باسم والأخوة هيفاء وكنا بنطالب أنه ننزل على قمر هوتبيرت بقناة الترينيتي شانل بالإيمان. وكان الأخ باسم والأخوة هيفاء يقولوا أنه ماكو هناك أي فلوس بالبنك تكفينا حتى ننزل إلى قمر هوتبيرت. وأنتم عارفين صار لنا سنين احنا مستمرين لكن في هناك تقشف في هناك ضعف في الميزانية لكن مستمرين ومستحملين وشايفين انه احنا عم نطلع بالانتاج وبباقي القنوات. لكن قررنا كخدام قناة الآرامية انه ناخذ هاي خطوة الإيمان اللي بنتكلم عليها في البرنامج. خطوة الإيمان الله محتاج خطوة واحدة قدم واحد للأمام خطوة إيمان والرب هو اللي راح يكمل هو اللي راح يسدد كل هذه الاحتياجات. أخذنا هاي الخطوة الإيمان ووقعنا اتصلنا في شركة البث في من ثاني يوم وابتدت المباحثات ونزلنا على قمر هوتبيرت. تقريبا صار لنا أسبوعين من تقريبا
August 15 ابتدى البث الفعلي على على قمر هودبرت. عزيزي المشاهد، يعني الله مش متوقف عليك انت اذا تبرعت هاليوم او كنت جندي صالح وقوي وتقف في الثغر وتكون جندي مدافع عن كلمة الرب في هذه الأيام. أبدا الله مش محتاجكم أبدا كلكم، الله قادر أنه يفعل العمل بشخص واحد، لكن من هو الخاسر الأكبر؟ هو أنت عزيزي المشاهد. لما ما تشارك في هذا العمل الكبير هناك في خسارة، خسارة كبيرة. هناك في فرصة كبيرة أمامك الآن أنه تشارك في هذا العمل، تشارك في ملكوت الله، تشارك في جذب النفوس، تشارك في خلاص نفوس جديدة للرب في هذه الأيام. لما شخص يتصل على قناة ترينيتي شانل مثل الشخص اللي تكلمت عليه الأخت هيفاء، والشخص اللي تكلم من تركيا وقبل الرب من الماراثون اللي فات من برنامج كان فيه باستر جوزيف دانديل وديفيد وود، هذا الشخص مش راح يسجل في اسمي فقط أنا أو في اسم باستر جوزيف لأنه هو اللي تكلم معاه في البرنامج، لكن أيضا البركة راح تعود إليك لأنك أنت كنت واحد من الناس اللي دعم أنه هاي القناة توصل لهذا الشخص المحتاج. وهناك في أناس كثيرة متعطشة إلى كلمة الله، محتاجة أنه يوصل إلها كلام الرب. والفرصة الآن هي أمامك عزيزي المشاهد. يمكن في الزمانات كنا نقول لازم أروح أدرس لاهوت وأدخل كلية لاهوت وأكون قسيس وبعدين يمكن أكون مبشر وأذهب مع أحد المينستريز حتى أروح إلى الشرق الأوسط أو إلى أي بقعة في العالم حتى أبشر، لكن هناك في سهولية الآن أنه توصل كلمة الرب من خلال القناة الآرامية وقناة الترينيتي شانل. أنا عارف المخرج بيأشر لي أنه الوقت قرب ينتهي، لكن أنا قلبي مليان كلام، حابب أشجعكم أنه تشاركوا في هذا العمل المهم في شبكة البث الآرامي اليوم. أرجوك اتصل فينا، شجعنا، صلي من أجلنا أنه الرب يستخدمنا بقوة وبجدارة في الأيام المقبلة. أذهب إليك باستر جوزيف وأشجع القس شاكر أن يكلمنا عن تفاصيل أكثر قناة الآرامية في أستراليا، ما هي الأخبار الجديدة؟ شكرا جزيلا أخ مروان. أرجع بسرعة للأخ رامز، يريد تكون ترنيمة قصيرة عشان أخذ وقت من الأحباء هون ويشاركوا في قبل انتهاء البرنامج.
كفر أحوالي. ما في شيء ما في شيء يشغل بالي، ربي مدبر أحوالي، عزمي على السماء طوالي، حررني يسوع، حررني يسوع، أمين، حررني يسوع، حررني يسوع، حررني يسوع من عبودية إبليس، حررني يسوع. أمين. هللويا. أخت هيفا دقيقة، برنامج قرب انتهى، شو بدك تقولي للمشاهدين؟ أمين. قصة الأرملة، أرملة صرفة اللي كانت فقيرة والرب مو بس عوضها، بس عوضها بأضعاف. الشيء اللي عجبني بها إنه هي طاعتها، أطاعت إيليا. أيوة. كان يعني الرب راضي يباركها، اختارها حتى يباركها، بس أيضا أطاعت. فمن أطاعت دعوة الرب في حياتها إنه تنطي الشيء اللي عندها، الرب باركها. هذا الشيء اللي الرب يريد من عندنا، إنه نطيعة. نطيعة شلون؟ من نسمع كلمة الرب. إذا هاليوم عزيزي مشاهد تسمع كلمة الرب، يقول لك الآرامية بقوة تبشيرها من خلال اللغات، أربع لغات، ومن خلال القنوات، وروح على الآيباد، روح على الإنترنت، شوف 7 قنوات 24 ساعة، فشوف قوة البرامج ومدى تأثير هذه البرامج. إذا الرب دا يدعوك هاليوم إنه دا يقول لك أنطي، ساعد، عندك بإمكانيتك إنه تخلي تبرع شهري هاليوم، لا تقول ما يخالف راح أجلها، دا أسمع صوت الرب، بس هسا أنا يعني أجل هالشي. نو، الرب يريدك هاليوم، هاليوم لا تأجل عمل الرب، لأنه إحنا ما نعرف أولاً الرب شو وقت راح يجي، ثانياً يجوز بعد ساعة، بعد يوم واحد، بعدين تروح من عندك هذه الفرصة. قد أيضاً إحنا بعد فترة قد ما يكون لنا حرية التبشير على الهواء مثل ما عندنا الآن. الآن هو يوم يعني ده نشتغل بالنهار، ما نعرف شو وقت راح يجي الليل، شو وقت راح يعني هل فرصة هذه لتبشيرنا على الهواء إذا من خلال الراديو أو التلفزيون أو الإنترنت أو whatever أو على الساتلايت، إذا راحت هذه الفرصة من عندنا بعدين نقول ويل إحنا ما كملنا، ما فعلا يعني توسعنا ورحنا لكل العالم. فهذه الفرصة أمامنا، إذا الرب دا يدعوك إنه تدعم، إذا مبلغ واحد قليل أو كثير أو إلى مبلغ شهري، قول يا رب دا أسمع صوتك، خليني أكتب تشيك، خليني أخابر هسا، أنطي الكريدت كارت مالتي. بيقول التايم إز أب، بسرعة يعني أي شيء عندك حصل. أوكي. Well, أولا أنا أريد أشكر الرب. مثل ما يقول الكتاب المقدس أنه إلى هنا أعاننا الرب. وصرنا نشكر الرب أنه صارنا عبرنا 10 سنوات على الهواء على الفضائي. ثانيا أنا أريد أشكر الرب من أجل المشاهدين، وأشكر كافة الأخوة المشاهدين على دعمكم، عطائكم، تشجيعكم وصلواتكم من أجل هذه القناة أو هذه القنوات. بالحقيقة هي شبكة، هي ليست قناة واحدة. أنا أيضا أشكر الرب من أجل المتطوعين والخدام والمبشرين والموظفين والعمال والذين يصلون والذين يشتغلون ما وراء الكواليس. وأخيرا أقول أنه إذا سمعت صوت الرب وتريد أنت أيضا أن تساهم في هذا العمل الكبير، مثل ما قال أخي مروان أنه هذا هو المشهد الأخير من العالم، والرب يسوع المسيح على وشك على الأبواب الآن. فإذا تسمع صوت الرب حاول أن تفتح قلبك قبل ما تفتح جيبك وأقبل الرب يسوع المسيح، والرب يبارككم جميعا. آمين. قس شاكر، كلمة بسيطة وبعدين اختم لنا الفرصة بالصلاة، ولا سيما صلي لأجل المشاهدين. آمين. خلونا نصلي. آمين. يا رب يسوع، أنا أشكرك يا رب لأجل كل شخص ساهم، إذا كان بالجهد، إذا كان بالصلاة.
بالاختبار وإذا كان بالمال. أنا أشكرك يا رب، العشر سنين أثارك تقطر دسم، وأيضا أثار أولادك يا رب، هؤلاء الذين كانوا أمناء بالعمل وبالأموال، لأن الأرامية تقف على رجلها مدة العشر سنوات يا رب. نشكرك لأجل هذا البرنامج يا سيد، أنت ضع في قلوب الناس يا رب أن يخضعوا للصوت، أن يخضعوا لكلامك يا رب، وأن يدعموا هذا العمل يا سيد، لأنك أنت على الأبواب. لا نريد أن نترك أموالنا للوحش وللسيستم العالمي، نريد أنك أنت تدخل إلى بيوتنا وتباركنا. أنا أسأل بركة خاصة يا رب على الآرامية يا رب، ليكن مجدك على الآرامية نار إلى الخارج يرعب العدو إبليس، ونور إلى الداخل يمتعنا بالحضرة البهية. نحن نعلن ثقتنا فيك ونشكرك لأجل كل العمل الرائع الذي عملته معنا، لك كل المجد. آمين. مشاهدتكم للبرنامج، في برنامج آخر مباشر بعد مدة وجيزة من الآن، فابقوا معنا والرب يبارك جميعكم.